مرحبا، حاب احكي لكم عن الاصابات اللي بتستدعي انكم تراجعوا قسم الطوارئ. الاصابات المنزليه اللي بتاثر على النشاط اليومي بالذات عند الكبار او عند صغار السن. ثاني شيء، الاصابات اللي بتنتج عنها نزيف ما بنقدر نوقفه بالمنزل بالاجراءات الاعتياديه. ايضا اي اصابه يصاحبها خدران او ضعف او تشوه في الاطراف. احنا مستشفى العبدلي ممتاز بوجود 7 استشاريين بيغطوا الاصابات والكسور بكافه مناطق الجسم ولجميع الاعمار، وبنتمنى السلامه للجميع.